مصروفي يا ماما، انزل اشتري حاجة حلوة اكلها يا ماما. طيب يا ميمون، ماشي يا حبيبي، خد يلا الفلوس اهي، بس ما تشتريش حلويات كتير قوي يا ميمون علشان سنانك ما توجعكش ودروسك كمان. انت من كام يوم كده كنت عمال تشتكي من درسك يا ميمون، خلي بالك على اسنانك. حاضر حاضر يا ماما، بس انا دايما بحب الحاجات المسكرة اللي طعمها حلو. حاضر هحاول ما اجيبش حاجات كتير النهاردة. لا يا ميمون، ما تجيبش حاجات كتير مسكرة عشان تحافظ على دروسك وما توجعكش اكتر من كده يا حبيبي. حاضر حاضر يا ماما، سلام. ايوه ايوه بقى، مبسوط وفرحان لما اروح لعم ابو سيمبا اشتري منه، عنده حلويات وحاجات حلوه قوي قوي. يلا ابو سيمبا بيبيع حاجات حلوه قوي. ازيك ازيك يا عم ابو سيمبا، عامل ايه يا عم ابو سيمبا؟ الحمد لله يا ميمون يا ابني، عامل انت ايه يا حبيبي؟ كويس. ايوه ايوه يا عمو، انا كويس الحمد لله، وكنت جاي لحضرتك اشتري شويه حلويات يا عمو. لو سمحت اديني مصاصه اللي تحت الحمرة دي. حاضر حاضر يا حبيبي يا ميمون، خد يا حبيبي المصاصة اهي. وايه كمان يا عمو، عايز البيضه الكندر اللي فوق الجميله دي. حاضر حاضر يا ميمون، هجيب لك حالا. حاضر البيضة الكندر. وكمان يا عمو عايز الجيلي كولا، وعايز العصير، وعايز الايس كريم، وعايز الجيلي، عايز كل الحاجات اللي قلت لك عليها دي يا عمو ابو سيمبا. لو سمحتي يا عمو ابو سيمبا هاتهالي كلها. ايه ده؟ ايه ده يا ميمون؟ انت عايز كل الحاجات دي يا ميمون ليك انت يا ميمون؟ اوعى يكون الحاجات الحلوة دي كلها ليك انت يا ميمون، احسن درسك يوجعك يا حبيبي واسنانك كمان، وكده غلط جدا عليك الحاجات المسكرة الكتير دي تتعب جسمك، ما ينفعش تاكل كل الحاجات دي يا حبيبي. وكمان يا ميمون انا عندي حاجات حلوة قوي وحاجات صحية، عندي كيوي وعندي برتقال وعندي فراولة وعندي بطيخ، لازم تاكل فاكهة صحية، الفاكهة الصحية دي احسن كمان من الحلويات كتير قوي قوي، لازم تعود نفسك ان انت تاكل يا ميمون حاجات صحية مع الحلويات، مش كله حلويات حلويات حلويات، غلط يا حبيبي عليك وعلى صحتك وعلى اسنانك. ما تخافش يا عمو عليا، انا مش هاكل كل الحاجات دي طبعا كلها النهارده، انا هاكل النهارده وهاكل كمان الايام اللي جايه يا عمو، علشان بس ما اقدرش انزل السلم واجيلك كتير، فانا باخد الحاجات كلها على بعضها. اديني بقى يا عمو الحاجات اللي انا قلت لك عليها، عايز الجلي، وعايز الايس كريم، وعايز العصير والشوكولاته كمان. اديني الحاجات دي يا عمو لو سمحت. حاضر حاضر يا ميمون يا ابني، هجيبهم لك كلهم دلوقتي، ثانية واحدة اهو يا ميمون يا حبيبي، كل الحلويات معاك، بس خلي بالك زي ما قلت لك يا ميمون ما تاكلش كل الحلويات دي كلها مع بعضها يا حبيبي، احسن سنانك توجعك، توجعك جدا جدا يا حبيبي. ايه على الحلويات الحلوة الكتير اللي معايا دي، انا مبسوط وفرحان قوي قوي ان انا معايا كل الحلويات الحلوة قوي دي، وبحب كل الحاجات دي خالص خالص كلها بحبها. انا بقى هقفل الشجرة دي كده استخبى واكل كل الحلويات الحلوة اللي معايا دي. نم 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 نم. الله، كل الحلويات طعمها حلو قوي قوي، انا بحب الحلويات المسكره قوي قوي. يا ضرسي، يا بطني، ضرسي وبطني بيوجعوني خالص خالص، انا هروح بسرعه على البيت اقول لماما. يا بطني، يا ضرسي، الحقيني يا ماما، يا سنيني، يا دروسي، يا بطني، الحقيني يا ماما. ايه ميمون يا حبيبي، مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ فيك ايه يا ميمون، فيك ايه؟ انا يا ماما جبت حلويات كتير قوي من عم ابو سيمبا واستخبيت ورا الشجرة يا ماما، وقعدت اكلت الحلويات كلها كلها، بطني وجعاني قوي يا ماما قوي، ودروسي واسناني كمان. مش عارف يا ماما اعمل ايه. انت غلطان جدا جدا يا ميمون،
انا نبهتك وحذرتك وقلت لك ما تجيبش حلويات كتير يا ميمون تاكلها، وانت برضو ما سمعتش كلام ماما، يبقى انت اللي غلطان يا ميمون، انت اللي غلطان. ازيك يا ميمون، عامل ايه؟ انت رايح فين كده يا ميمون؟ الحمد لله يا سيمبا، انا كويس الحمد لله. انا نزلت العب شويه في الحديقه علشان انا امبارح ما عرفتش العب، الضرس كان وجعني جدا جدا وقعدت اعيط منه وما قدرتش خالص انزل العب، فالنهارده الحمد لله انا كويس، وقلت لماما هنزل العب شويه قدامي البيت. وانت رايح فين يا سيمبا؟ انا رايح عند بابا اخد منه شويه حاجات حلوه كده اكلها، بس حاجات صحيه طبعا، انا بحب قوي البطيخ وبحب الفراوله، هروح لبابا اكل من عنده بطيخ وكمان فراوله والعب شويه واروح تاني. تيجي معايا؟ تيجي معايا يا ميمون، نروح سوا يا ميمون. انا مش بحب يا سما الحاجات الفاكهه دي، انا بحب الحلويات بس بتوجعلي دروسي وسناني كمان، وبطني امبارح فضلت كمان هي كمان توجعني جامد جدا، فانا خلاص انا مش هاكل حلويات تاني، انا هجيب فاكهه زيك وهاكل معاك فاكهه. خلاص انا هستناك هنا يا سيمبا، وخد الفلوس اهي وهاتلي معاك. حاضر 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 يا ميمون، هجيب لك معايا. انت على فكره لو كنت جربت الفاكهه دي كنت حبيتها قوي قوي اكثر بالحلويات كمان، اصل انا من زمان قوي كنت بحب الحلويات قوي برضو يا ميمون زيك كده، وسناني ودروسي قعدوا يوجعوني جامد جدا جدا، وبعد كده انا خلاص قررت ان انا مشتريش حلويات كتير، ممكن اشتري حاجة واحدة بس في اليوم، لكن ما اكلش حلويات اكتر من كده علشان اسناني ودروسي ما يوجعونيش، واضطر اروح لدكتور الاسنان يديني حقنة كبيرة بقى في ضرسي وكمان يطلع لي السوسة من ضرسي. انا بخاف قوي من دكاترة الاسنان، فعلشان كده يا ميمون بحب احافظ قوي قوي على اسناني ودروسي. على فكرة انا دلوقتي ما اجيب لك الفاكهة هتعجبك قوي قوي، وكل مرة هتروح تشتري من بابا فاكهة، ومش هتشتري تاني حلويات غير ممكن حاجة واحدة، حاجة بسيطة خالص. اما اروح اجيب الفاكهة واجيلك، انا هجيب ليا بطيخ وفراولة، اجيب لك معايا بطيخ وفراولة، ولا تحب حاجة تانية يا ميمون؟ لا يا سيمبا، هاتلي زيك بطيخ وفراولة عشان ناكل احنا الاتنين زي بعض. طيب طيب يا ميمون، هروح بسرعة خالص وارجعلك تاني. سلام، يلا بقى ناكل سوا. هم نم 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 نم. ايوه، عندك حق يا سيمبا، طعمهم حلو جدا جدا، انا بعد كده هشتري فواكه واكلها، احسن كتير قوي من الحلويات، وكمان الفواكه مغذيه وكمان ما وجعتليش اسناني، على طول هجيب فواكه واكلها. شكرا جدا ليك يا سيمبا على النصيحه الحلوه دي. ولو عجبكم حواديت سيمبا يا اصدقائي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يجيلكوا كل فيديو جديد بنقدمه لكم على القناه. مع السلامه.